FM. الكلمة ليك. صباح الخير أستاذ حسين، مرحبا بك. مرحبا بك ليانا، شو حالك؟ وأول شيء نشكرك على الاستضافة هذه. مرحبا بك، انت تعديت معنا قبل وكان ثم اشكال مع الحكومه السابقه. نذكر انه بعثت انت مراسله السيد رئيس الحكومه التونسيه الحالي تذكير باستثمار مشروعين بولايه قفصه. الاول مشروع مصنع اسمنت قفصه بكل من تبديت بالحوض المنجمي ومعتمديه الكتار بولايه قفصه. الثاني مشروع صناعه طائرات بمطار قفصه قصر الدولي، صناعه الطائرات الخفيفه المختلفه مع اقامه مركز صناعات الجو الفضائيه ضمن الاستخدام الامني واستخباراتي والدفاع مع وحدات خدمات الاسنان والتكوين والتدريب وإنشاء صناعات موازية مع مراكز الخدمات الهندسية والتدريب بتونس. وعملت تعريف مبسط حول مصنع الأسمنت بقفصة. ذكر فينا ذكر تنفع المؤمنين. أنت الحكومة اللي فاتت صارت معها مشاكل بيروقراطية، خلينا نقولوا شنو الوضع الآن وهنا في المشروع بتاعكم؟ أول شيء بارك الله فيكم على الاستضافة هذه. كما تعرف يعني احنا مناش اليوم ولا بعد الثورة، جينا احنا من قبل الثورة من 2009 نتبع في المواضيع هذه. حاولنا في كل حكومة انه نذكره وتخلق لنا يعني مشاكل، ولو انه ما تحصل على الموافقة في انشاء مصنع اسمنت هذا في قفصة. وقمنا بالواجب حسب الترتيب وحسب القوانين التونسية وحسب ما طلب منا حسب الوثائق القانونية. اليوم انا انه نعتبر نتعامل مع دولة ومع مؤسسات دولة، مش نتعامل مع اشخاص ونتعامل مع ناس اللي هي تحكم وتشكم على كيفها. قمنا بالواجب ولكن للأسف يخلقونا في عراقيل واهية، وهذا ما بيجوا آخر عراقيل. شو آخر ما قالوا لك على مستوى رد الإداري؟ والله إلى يومنا هذا احنا كما تعرف حكومة مازالت جديدة وقعت تذكير نتاعها. أعطينا الحكومة الأخرى ساعة قبل، لأنه ثم مبدأ تواصل الإدارة والدولة. الحكومة تاع السي مهدي جمعة عارفين شكون تخدم وشكون معينة ونتحمل مسؤولية في كلامي، وقصيت معها يعني المراسلات لأنه تضيع وقت، ما نحبوش نخسروا يعني كما كانتنا في تونس. الناس هذوك ما هم جايين باش يخدموا تونس. ومن الاخر باهي قداش انتم موت شغل باش تخلقوا في مصنع الاسمنت؟ شوف في المصنع الاولاني اللي هو يعني في مصنع الحوض المنجمي 900 موطن شغل قار، مع 1500 موطن شغل غير قار، لانه في مرحله البناء يتطلب المصنع سنتين ونص. لكن احنا كما كنا واضحين حتى في الطلب نتاعنا اللي توجه للسيد رئيس الحكومه الجديد، انه نلتزم على انفسنا التزام كتابي شريطة يعني يعطينا موافقة نهائية مشروطة مقيدة بمدة زمنية معينة بمدة لا تتجاوز 3 أشهر، لأنه احنا القدرة المالية موجودة، القدرة الفنية موجودة، يعني المقاومات المشروع جاهزة باش نبدو. اول شيء باش نأسس الشركة ونسوق لها راس مالها اللي هو يعني يصل الى 100 مليون دولار امريكي. 100 مليون دولار امريكي. اي راس مال مصنع اسمنت هذا قصة. يعني تقريبا 200 مليار تونسي. ها الله يخليك تقريباً. يعني هذا في خط انتاج 2 مليون طن بكل من تبديت والكتار. ايوه ونعرف ايش قاعد نقول، لانه احنا كنحب يعني نبدا من غدوه. اي شو العراقيل اللي موجوده لحد الان؟ العراقيل لانه خلقونا سي مهدي جمعه مرعنا اللي يصدر قرار الشروط. أيوة. اللي انت اليوم الناس تنتظر باش تبدا تخدم ارواحها، لانه انا باش نغسل ساقيه ندخل نبدا نخدم روحي. ايواش في كل الشروط هنا؟ كل الشروط فيه شروط تعجيزيه. اليوم الناس باش تبدا تستنى باش تخدم، باش تدخل من غدا تبدا تخدم ارواحها، لا لازم تبقى تستنى هاي لجنه. وهنا ملاحظه مهمه سي سفيان، اي مشروع اليوم في تونس تحب تقتله اخلق له لجنه. متفقين، ما انت كل الشروط تذكر حكينا فيه وجاوبتم انتم على كل الشروط وقت. جاوبتم ورافضوا على كل الشروط. انا ما لانه اليوم حتى اقول قيس سفيان، انت اليوم كحكومه تونسيه انك ترفع الدعم الكلي على مصانع الاسمنت في الطاقه وتحرر الاسعار، وفي نفس الوقت يعني تبقى مجبور بقرار الشروط وترخيص نهائي، كيفاش يجيها؟ باهي كل الشروط هو تعاقد، احنا نعاني من كل الشروط هذه في قطاعنا العالمي نحفظ كسي. بالنسبه للمشروع الثاني مكونات قداش يشغل وقداه الميزانيه فيه وقداه شنو منتظر منه؟ فيما يخص المشروع صناعه الطائرات الخفيفه اللي هو مشروع درجه اولى، مشروع صناعي عسكري امني مختص في يعني كان لك اتصالات بالليتا ماجور ثم شيء ما نجموش نقولوها وكل شيء. الحمد لله تقدمنا فيه يعني في السنه الفارطه مع القادم من سلاح الجو التونسي. أيوة. صارت عديد الاجتماعات يعني مع وزاره الدفاع،
والحمد لله يعني مرحبين بالمشروع، ولكن ينتظر قرار سياسي واضح باش يبدا يخدم روحه. باهي قداش يخدم وقداه الامكانيه نتاعه؟ الكلفه نتاع المشروع هذا يعني 100 مليون يورو. 100 مليون يورو يعني تقريبا 270 مليار تونسي. ايوه احنا طالبين يعني مساحه في مطار قفص اكثر اللي هي تكون قريبه من محطه الطائرات. ايوه لانه يعني اليوم يزم يكون المشروع ضمن قاعده عسكريه، قاعده يعني جويه. يشغل ياسر عبيد، يخدم كفاءات تونسيه. كفاءات تونسيه 100%، كلها اطارات عاليه، يعني ما يقارب على 500 مهندس اطار عالي. 500 مهندس. مهندس برك. الله يخليك. 500 مهندس. يعني كفاءات متوسطه كما نقولوا التقني سامي تصل ل 400. يعني توا اذا كان نجيو نشوفوا نقاو معناها هذوما تقريبا 500 مليار زوج مشاريع. الله ينور. يعني في منطقه قفصه المشروع الاولاني، لا تلفيان بالنسبه للمشروع الاولاني احنا مصنع الاسمنت نحكوا على راس المال، ما نحكوش على راس المال. قيمه المشروع. أيوة. قيمه المشروع في مصنع اسمنت قفصه 420 مليون يورو، لانه كل خط انتاج 1 مليون طن يساوي 200 و يعني الكل في الكل توا 1300 مليار تقريبا معناها هكا. احنا ماناش اغرب من هذا. لا هذا في الحوض المنجمي في قفصه. توا احنا علاش توا احنا شو نقولوا؟ هي دراسه جدوى ولا لا عملتها انت واعطيتها للحكومه؟ كل شيء حاضر وجاهز. احنا يعني ماناش نتطفلوا على، احنا جايين اليوم باش نتطفلوا، ماناش جايين نتطفلوا على بلاد. الله يبارك. يعني دونك تنتظر من السيد رئيس الحكومة باش يشوف دراسة جدوى ويرفع العراقيل هذه البيروقراطية اللي عملوها عليكم ولا لا؟ بطبيعة الحال يعني أنا كنت واضح معاه، قلت له لازم ثم عراقيل لازم يعني تتنحى من قدامنا العراقيل، ثم إطارات فاسدة أنا نتحمل مسؤوليتي في هذا. طيب سي حسان، المراسله نتاعكم اللي مشيت لرئاسه الحكومه هذايا معناها هذايا خطوه جيده، ولكن اليوم فما وزير الاستثمار مفروض سي ياسين ابراهيم، ويمكن يسمع فينا سي ياسين ابراهيم، علاش ما مشيتش وطرقت الابواب؟ خاطر نعرفوه راجل ينجم يعاون وينجم يلبوس دون سو سونس، عباد تحب تخدم اليوم. احنا 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 احنا, احنا مستعدين لمقابله اي وزير يدفع للامام، ولكن كما تعرف ما نحبش نضيع الناس ونضيع وقت الناس ونضيع وقتي. انا نحب باش نقاب باش ناخذ قرار سياسي واضح ويبدا ثم شيء ملموس. هو توا باش نفسروا احنا الوضعين لانه تناولناه المره الاخرى. هما عندهم الملف عملوه وخذوا قرار بالموافقه المبدئيه نهار 5/3/2013. وتم استكمال الملف في شهر 100/2013 وتقديم جميع المعطيات والدراسات اللي طلبت منهم. لكن من وقتها هما معلقين بين الفضاء والهواء. دونك احنا اليوم نحب نقولوا وانه مشروع اذا كان فيه 1300 مليار من قيمه نتاع تعاملات وتشغيل، هاو قال لك معناها بالمئات بخلاف الماده الشخمه كذلك التكنيسيان والعمال وغيره، و1500 عرضيين معناها على تقريبا عامين في مرحله البني، مرحله بني المشروع واقامته وغيره، نقولوا انه هذا كمان ينجم يكون دوسي فوق الطاوله نتاع العمل نتاع السيد رئيس الحكومه وزير الصناعه وزير الاستثمار ولا غيره باش يشوفوا. واذا كان ثم عراقيل ترفع خاصه وانه كل الشروط هو يجب وانه ياخذ عليها اذا كان كل الشروط ما تيجيش مع القوانين. هنا نطرحوا سؤال كبير، علاش من عام 2013 2015 تقريبا عامين توا واحنا نستناو في مشروع كمان اللي مهم بالنسبه للمنطقه. هو قال حكومه مهدي جمعه ما هطلتهم معناها سي حسين عميديه وقتها نذكر خذيناه واعطوه الكليكا يتشارجوا، حتى كان عنده مشكله حتى هو مع مهدي جمعه ملي كان وزير الصناعه. من وزير الصناعه ستر على ما نذكر هكا عملناه وحكينا هكا سي حسين صحيح؟ اي وحتى زاد مع وزير اخر في الحكومه هو اعتبروا هو وقتها جبد الاسوان تاع العباد هذوما. احنا مثلا عوده الطرح توا واحنا عودنا طرحناه على خاطر لان ديما في اتصال به سي حسان. ايوه وجات الحكايه نتاع جواب تو تافي نتاع سي مفدي بون هاو ثم جواب. ماذا بينا سي مفدي دخل ودخل المره هذه وصل كان حب نسخه من جواب نعطيوه تو تافي نحطوها على الباج اوفيسيال نتاعنا على فيسبوك في مكتب الضبط المركزي تحط هذا نهار 23 فيفري 2015 الى السيد رئيس الحكومه التونسيه عند فينانس انفستمنت كونتريتينغ جلوبال استشاره واستثمار. ولا سي حسين يعني لو كان تو يسمع فيك سي الحبيب السيد ولا يسمع فيك كيف سي ابراهيم، شنو هي رسالتك؟ تفضل الكلمه دي. احنا مستعدين باش نبدو في انجاز المشاريع هذه شريطه، يعني عندك موافقه نهائيه مشروطه مقيده بمده زمنيه معينه، واحنا طالبين حتى فريق حكومي يكون معنا في تنفيذ المشاريع هذه مراقبه.
احنا ماناش يعني باش نبقوا نستناو هاو يحكي يحكي برشا اللي نسمعوا في الشارع التونسي والادارات يحكي برشا. انا ما نجمش صحتها ناس سامحني في كلمه، ثماش قانون يحميني باش نحول اليوم 500 مليون دولار امريكي لتونس لانجاز المشاريع هذه، وفي حال ما تمش انجاز المشاريع هذه شكون يضمن لي باش ترجع الفلوس هذيك للخارج؟ هل ترى ثم قانون يحميك اليوم في الشهاده ولا ما تمش؟ انا ما تمش اليوم. اي لكن تو القوانين مش عاملهم لك في المجال، القوانين معناها لا مش هذا. شوف احنا احنا اولاد الميدان خاصه في قطاع الاسمنت لانه نعرف واش نحكوا. وقت اللي انا وقت من قبل كانت الدوله التونسيه تدعم في قطاع الاسمنت في الطاقه. اليوم ارتفع الدعم الكامل على قطاع الطاقه، فاش قام تخلق لي في كراش شروط وفاش قام تربطني بال 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 بترخيص نهائي. انا نحترم القوانين التونسيه في المجال البيئي، في المجال المالي، في المجال يعني جميع المجالات القانونيه. لكن اليوم اعطيني مهله، اعطيني خلينا نبين حسن نيتي. انا وقت اعطيني موافقه نهائيه فيها 3 شهور صالحه، واذا كان ما في حال ما تكون شركتك وتبدا على ارض الواقع تكون وتدرب في العمل نتاعك وتهيئ الارضيه نتاع المصنع، يا اخي من حقك مش تسحب الرخصه. ما في مشكلتك انت مع كرات الشروط بالضبط؟ كرة الشروط شوف سفيان، انت لو كنت تطلع عليها تشوف العراقيل اللي خلقت الكرة الشروط، يعني مخيطة حسب ناس معينة، هذا متاعنا وهذا مش متاعنا. انا نتحمل مسؤولية كلامي راهو. شنو اليوم انا صاب دراساتي وقايم دراساتي وتجي تقول لي لا اعمل دراسات من جديد، وقع اداحة واستنى اللجنة حتى ترأس. استنى اللجنة حتى تجتمع باش تعطيك موافقة مبدئية. لا هذه امور بيروقراطيه يعني اكثر منها كره الشروط. هذه لا هذه بيروقراطيه، لانه شكون ولا سامحني سي سفيان شكون اللي عملها كره الشروط؟ ايج اعطيني الكفاءات اللي عملتها كره الشروط هذه، لانه فيها شيء 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 يعني بصراحه مش مشكل. دكتور بانيال، انا سي ياسين ابراهيم رجل معروف انه عمل برنامج اقتصادي مهم كحزب، تو دخل في تشكيله حكوميه، رجل اقتصاد، رجل مجازفه، لو ريسك معناه يمن به في الاقتصاد، خاطر مش راس مال لو جبان من الكابيتال فخيلو ديما، وياخذ بعين الاعتبار معناه لو ريسك. احنا نقولوا توا الرساله نتاعك وصلت، احنا خاطر قفص عزيز علينا كيما تونس كل عزيزه، اما منطقه الحوض المنجمي وقت يبدا فيها مشاريع بالاف المليارات وباش تخدم مئات من التوانسه وبالالاف التوانسه، ما نجمو كان الكل يزابلوديس ويقولوا العراقيل ترفع والمشروع يتنجز. سي سفيان هنا بالله كانت رشمان عن ملاحظه مهمه، نحكيو على قطاع استرجاع الفوسفات وانتاج، واحنا اليوم تعرف احنا الناس كلها مع المصلحه الوطنيه، مصلحه تونس فوق الجميع. ايوه ولكن ايج اعطيهم البديل، انت اليوم شركه مش قادره باش تشغل الناس الكل، واليوم يلوجوا كان على حلول ترقيعيه، هاي حظائر هاي بيئه، ايج اعملوا زياره القفصه وتشوفوا وين النتائج نتاعها شركات البيئه هذه والحظائر. اليوم احنا مستعدين باش نستثمروا اكثر، ولكن ثم رؤيه ولا احنا نعتبر انه نداء استغاثه من طرف السيد حسين عميدية اللي هو صاحب المجمع هذايا جلوبال كونسلتينغ انفستمنت اللي هو جلوبال الاستشاره والاستثمار، واللي عنده 2 مشاريع قدم من 2013، اخذ موافقه مبدئيه من 2013. ما نعرفش علاش واحد ياخذ موافقه مبدئيه ويقعد عامين اون بالوتاج، يلزم نلقاو حل المساله هذه. وحسب ما يقول هو، وشفنا احنا المره الاخرى بالوثائق الدراسه، فيها دراسه جدوى وفيها معناها تونس باش تربح في العماله، في التشغيل، في رؤوس الاموال، في الربح، في كذلك مسائل حتى عسكريه ومسائل تهم الامن القومي، وكان عنده لقاءات مع ضباط كبار. أيوة. ما نجموش نقولوا كل شيء بيان سور، لانه ثم جانب سلف في هذا، لكن مستحقين المشروع. احنا نعتبروا ان الرساله وصلت، كان عندك اي مستجد ماذا بك تقول لنا، وان شاء الله كذلك نعرفهم قاعدين يسمعوا فينا في رئاسه الحكومه. ان شاء الله سنتون با دون لوغي دان سوغ، خاطر ماذا بينا اذا كان دبلوماسيه بكوشه، ماذا بينا الاقتصاد ما يكونش اطلش بغاء. ماذا بين نشكرك برشا سي حسين عميدية. لو كان عندك لو مود لافان تفضل، لو كان عندك ما تقول في 30 سكوند. بارك الله فيكم، وان شاء الله الاعلام الحر والصوت الحر ما يموتش وان شاء الله. ان شاء الله ما توصيتي بعد نوح، ان شاء الله مولانا الى اللقاء. تحيه كبيره ليك سي حسين، شكرا ليك، تحيه ليك وتحيه لكل اهالينا في قفصه، مهم ياسر والله. شوف انا بالنسبه لي تعرف انت تونس كل عزيز، وثم مناطق عندها حظوه خاصه اللي هي مناطق الشمال الغربي ومناطق قفصه ومناطق الجنوب الغربي وغيره، باعتبار انها كانت دائما تعاني من اجل الحرمان وما فيهاش استثمارات كبرى، وباعتبار انها تاريخيا لعبت دور مهم جدا في تكوين الهويه التونسيه وفي الثورات لاجل الحريه. والمن يقول قفصه يقول لاخ كابسيان، وهي معناها يعرف بها على مستوى التاريخ الانسانيه جمعاء، وهذه منطقه معناها عزيزه علينا، وكانت رواد الحركه الوطنيه، رواد الحركه النقابيه، رواد الحركه الفكريه من الجنوب
بالجنوب الغربي من والفليقة موجودين ومناطق اخرى بيان سور واحمد التليلي وما ادراك معناها والعكارمه وغيره. دونك احنا نقول اذا كان ثم مشروع ثم امكانيه جدوى نتاعو ثم موافقه مبدئيه، اذا كان ثم اختلافات حول لوكايت شهر، لوكايت شهر بقيتو ثم ناس يكتبوه راهو بكلام رصاص صحيح ويتفتخ ويعملوا حاجه اللي تكون فيها مصالح الدوله موجوده، لكن كذلك مصالح لهذه مش معقول الاف المليار دوات تقعد هكاك والاف مواطن الشغل مبدده سي تامونك اغاني، وما نقعدوش في منطقه قفصه كان الحوض المنجمي ثم مشاريع اخرى ممكن تكون بديله كما قال في حسن عمدي سي بور سولا فلا في بارلي انكور اون فوا كلم تو عنده اشهر معنا وتو بمناسبه المراسله عملها، وخاصه ونسي مفدي مسدي ما نجمش يقول لنا ما وصلتش المراسله، المراسله في مكتب الضبط والمراسله في كابا فام في كابا فام وانتم فوكلوند زوري ديما يسمعوا في كابا فام اكزاكتومون. هذا هو يظهر لي مش كان سي حسين عميديها وصديقنا خالد عزايز عنده مشكله حل تعرف انت حل معناه معمل نتاع فيرسوفلي بيان سور نعرفوا قال راهو انا اليوم ماذا بيا عباد معناه يحب يلوج على خدامه ولو سونتر نتاع هذا فنون الهرب. شوف خالد عزايز مسكر عمل في التكنوبول مشروع ان جون تونيزيان كان يخدم كان ينجم يضرب شهريه ومبدك على روحه، حتى ابوه قال له وقتها يولي شو ملزك مشى يخدم على روحه وجازف ولا بارمي لي مايور العشره في العالم والاول في افريقيا. خالد عزيز ولده من سليمان هنا وعمل مشروع معناه خلق العد اليوم هذه اللي زي كل لاغ دي فو لهب فوالا وهو يحب يخدم خدامه ويكون العباد يهز حتى في ولاده تو ولاده صغار خشاش يهز فيهم يكون فيهم وهو يخدم اسمحوا لي هو ومرته قاعد يعمل ويلقى في عراقيل كبيره وقال لك نحب نكون وجو في لونسي حتى التكوين موجود هذه مشكله كبيره مشكله احنا نحييه خاطر هذايا رفع راس تونس راهو خالد خالد بيتو باش يعمل كريستال راهو عادوا دخل الكريستال وباش يعمل الفيرلوج معناها معناها باش يولي متر فاليير تعرف لي متر فاليير على مستوى عالمي اقليه. خالد قلت لك بالعشره الاول في العالم ومن والاول في افريقيا عنده دو فول عملهم واحد في واحد في اسمه ديدون عجبتني تمام اسامي معناها قرطاجانيه قديمه قديمه ويخدم على رويحته كل شيء لاقي مشكله من الاداره لانتوندونس انكور فوا كيم تيبا وهو يحب يكون العباد قال لي سيدي باش نعمل جمعيه من الاخر انا شفته قال لي باش نعمل جمعيه يكون فيها العباد بولا ما دوب اللي كانوا اكزاكتومون ان شاء الله صوته يوصل وان شاء الله كيف كيف سي زياد العذاري وزير التشغيل سيغتنمون لي زونتين نتاعو علما وانه سي خالد عزايد انا خذيته وقتها في شمس في شمس اي وعديت وقتها شخالي شخالي وتحلت المشكله نتاعو ماذا بينا وانه سي ياسين ابراهيم ولا غيره ولا العذاري ياخذوا بعين الاعتبار زاد الحاله نتاع خالد والحاله نتاع حسن عميدي سيغتنمون وثم حالات اخرى واحنا ديما مستعدين انه نطرحوا الحالات هذيا بصدر رحب. نسمعوا بيلا بعد هي اخباركم تجيكم من عند إنس بوعفيف موج 9.5 على كابا فام. كابا فام الكلمه ليك